وأول خروج إعلامي القجع يضع حد للشائعات ويكشف حقيقة تخلي رونان عن المنتخب المغربي. وقال القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن هيرفي رونان وقع على عقد احترافي لتدريب الأسود لغاية 2022 قبل بلوغ نهائيات كأس العالم 2018 على أساس المشاركة في نسختين من نهائيات كأس إفريقيا قبل خوض مونديال قطر. واستغرب القجع لكثرة الأخبار والتداول اللي شهدوا موضوع بقاء أو رحيل هيرفي رونان، مؤكدا أنه اجتمع مع الطاقم التقني وعلى رأسه رونان يوم أمس الاثنين لاستجماع قوة المنتخب المغربي لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2019 مع تحديد برنامج الاستعدادات والمعسكرات التدريبية. وتابع قائلا عندما كان يتكلم بوكالة المغرب العربي للأنباء أن التتويج الإفريقي غاب عن المنتخب الأول منذ 1976، وبالتالي فإن مستقبل رونان رهين بما سيقدمه مع المنتخب في المنافسات الإفريقية. وأكد القجع أن رونان مطالب تأدية كل مستحقاته المالية ابتداء إذا اختار الرحيل إلى غاية 2022 لحساب الجامعة، ونفس الشيء بالنسبة للجامعة في حال أراد التخلي عن المدرب الفرنسي.